Good morning everyone, how are you today? بهذا الفيديو إن شاء الله رح يكون عنا الجرامر يونت 2 من كتاب Action Pack. إذن رح يكون عنا قاعدة الوحدة الثانية من كتاب Action Pack. من كتاب Action Pack رح نتذكر يا تاني عنوان وحدتنا Where do you live? Where do you live? أين تسكن؟ أين تعيش؟ Where اسم استفهام بمعنى أين للسؤال عن المكان. Do you ضمير بمعنى أنت أو أنتي. Live يسكن أو يعيش. رح نتعرف يا تاني مكونات السؤال لما حدا يسألني عن مكان سكني. لما حد يسألني عن مكان سكني رح نتعرف على مكونات السؤال. رح نبدأ بكلمة where اللي هي اسم استفهام بمعنى أين للسؤال عن المكان where. بعدها do where do where do you ضمير بمعنى أنت أو أنتي. لما حد يسألني بيستخدم الضمير you بمعنى أنت للولد، أنتي للبنت. live where do you live. إذن رح يبدأ باسم الاستفهام بمعنى أين السؤال عن المكان اللي هو where. do you رح يستخدم الضمير you بمعنى أنت للولد، أنت للبنت. live. آخر السؤال لازم أحط علامة الترقيم المناسبة اللي هي question mark. repeat after me. where do you live? where do you live? excellent. لما أنا هلأ يا تاني بدي أجي أجاوب عن مكان سكني. إذن للجواب عن مكان السكن نعرف إحنا يا تاني إنه أخذنا ضمير الآي. لما أجي بدي أحكي عن حالي أنا لازم أستخدم ضمير الآي، لازم أستخدم ضمير الآي، ضمير all بمعنى أنا عندما أتحدث عن نفسي. إذن لاحظنا يا تاني سألني بضمير اليو، أنا لازم لما أجي أجاوب أستخدم ضمير الـ I. إذن اليو تقلب إلى I عند الجواب اللي هي I بمعنى أنا. I live أنا أسكن. I live أنا أسكن. إن حرف جر بمعنى في، تعرفنا عليه بصف أول. إن حرف جر بمعنى في. رح نتعرف إيش جديد عنه بقاعدتنا هاي، إنه إن حرف جر يوضع قبل اسم المكان. حرف جر يوضع قبل اسم المكان. إذا نرجع نعيد. I live in. I live in. أنا أسكن في. بعدها يا تاني بذكر اسم مكان السكن. أنا وين ساكن أو أنا وين ساكنة. آخر الجملة لازم أحط علامة الترقيم اللي هي full stop. اللي هي full stop. رح ناخذ example، مثال. عندي أحمد وعمر. أحمد بيسأل عمر، أحمد where do you live؟ أين تسكن أنت؟ أو أين تعيش أنت؟ عمر بجاوب I. إذن استخدم الضمير I لما حكي عن حاله. I اللي هو عمر. I live in Salt. أنا أسكن في السلط. إذن I ضمير بمعنى أنا عندما أتحدث عن نفسي. live أسكن أو أنا أو أعيش. أنا أسكن إن حرف جر يوضع قبل اسم المكان بمعنى فيه. بعدها يا تاني حكينا نذكر اسم المكان اللي إحنا ساكنين فيه. لاحظوا معي يا تاني هون كلمة salt إجا أول حرف فيها capital letter. ليش؟ لأنه هي اسم مدينة، اسم مدينة. قبل ما ننهي الفيديو يا تاني رح نتذكر أشياء إحنا حكيناها بالشرح. في عندي نوتس ملاحظات لازم كتير كتير مهم إنكم تعرفوها، اللي هي إن حرف جر يأتي قبل اسم المكان. مثال I live in Salt زي ما حكينا عندي بالمثال، زي ما حكى عمر I live in Salt. أسماء المدن تكتب دائما بالبداية اللي هي الحرف الأول capital letter، سواء إجت بنص الجملة أو في آخر الجملة. اللي عندي كلمة salt إجا أول حرف فيها capital letter، معناها إجت بآخر الجملة لكن أول حرف كتبته أنا capital letter. الملاحظة الأخيرة تقلب يو عند الجواب إلى I عندما أتحدث عن نفسي. مثال اللي حكينا عنه where do you live؟ جاوب عمر عن حاله I live in Salt.
اكسلنت، اتدربوا كتير منيح يا تاني على قاعدتنا. جود باي.